بهالفيديو راح نتعرف سوا على كيفية شراء استضافة ووردبريس من شركة ليكويد ويب العريقة بشكل مختصر وسريع. خلونا نتعرف سوا على خطوات شراء استضافة ووردبريس من شركة ليكويد ويب العريقة بشكل عملي، لكن بعد الشارة. تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. وبعد، كيف حالكم إخواني؟ اليوم راح نتعرف على استضافة ووردبريس من شركة ليكويد ويب العريقة، واللي ينصح فيها شركة ممتازة جدا. طبعا نحن الرابط راح نحطه بالدسكريبشن، تضغط عليه بيدخلك على الصفحة الرئيسية، أو تضغط هنا عشان نشوف البداية. فبنقول له our product مثلا، اذا حبينا نشوف كل منتجاته في عندهم عدة اشياء. فنحن حاليا بهمنا الووردبريس، في عندهم الووكوميرس برضو. فنحن حاليا ووردبريس مدار سي اور بلانز، نضغط نشوف في عندهم حاليا 4 خطوات، يعني 7 خطوات تقريبا. فنحن اللي بهمنا تقريبا 3 الخطط الاوائل، فمنحطها سنوي او شهري، الافضل سنوي طبعا. طبعا اسعارها اكيد راح تكون مرتفعة شوي، لاني جيدة جدا، خاصة يعني للووردبريس حمايتها شديدة وسريعة جدا. بيعطونا الخطة الاولى بيسمحوا لك بتبني عليها موقع واحد 15 جيجا الهارد، 2 تيرا باندويث، 30 يوم باك اب، unlimited email account يعني ايميل على دومينك نفس الدومين، عدد غير محدود. وهنا زي ما انتم شايفين مثلا هنا 15، هنا 40، هنا 60، هنا الموقع هنا مثلا up to 5 مواقع، هنا 10 مواقع بالكثير، طبعا هنا 25. 2 تيرا باندويث شهري، ده نقل كمية نقل البيانات، هنا 3 تيرا 4 تيرا، يعني كل مثلا صفحة مثلا نفترض 100 كيلو بتجمع حسب عدد الزوار، يعني 3 تيرا مثلا دي 2 تيرا شهريا. طبعا هنا كل 30 يوم بيعملون نسخة باك اب لكل النسخ، لان اذا حبينا ننزل unlimited email. في عندهم ثيم بيعطونا security برو، ادوات security برو مجانا. انا اذا حبيت start your free trial، جرب النسخة الخطة الاولى تجربة فقط، الخطوات الباقية ما فيها. هنا $190 بالسنة، لكن اكيد جيدة. فاذا حبينا نجرب مثلا نضغط get started، لان اذا حبينا نشيك زي ما قلنا دول كلهم قرينا هون $190. فمنحط الاسم الاول كونيا، الايميل كريت باسورد، وهنا بنحط له الصح، وهنا بنحط انا لست برنامج روبوت، وبنعطي لوجن وبنعطي نيكست. فنحن لازم نسجل عشان نمشي. بعد ما حطينا الايميل والباسورد وكل شيء بنعطي نيكست. الان بسألنا على الدومين بتاعنا، فمثلا هنا بنحط له الدومين بتاعنا، هنا بنحط بسأل اسم الافتراضي اللي حابب حضرتك تعرف على الخطة دي، وهنا الداتا سنتر المركز الرئيسي، يعني ده يفضل يكون قريب للعملاء بتاعك اكتر. فمثلا اذا كان عربي زوارك عرب فالاغلب يعني فامستردام جيد، لكن اذا كان مثلا ده سيدني في استراليا مثلا، في بامريكا، في بلندن، يعني حسب مين اقرب. مثلا اذا مدونة عربية بحط امستردام، وضغط نيكست. الان بطالبني بالبيلينج المعلومات الدفع، حاليا بطلب الاسم الاول، الكونية، الرقم التليفون، اسم الشركة، الادريس الشارع، تكملة اسم الشارع، السيتي المدينة، الستيت الولاية، وهنا البلد مثلا الجيريا مثال، وهنا البلدان نحن بأنه ما في من الكفارة، الزيب كود كان ناخذه من جوجل، وبنعطيه نيكست. بعد ما يتم الشراء ان شاء الله بايمنت، طبعا الخطوة اللي بعدها بيشيك بشيك اوت وبيقطع $190 من فلوسك، وبيرسل لك البيانات على الايميل اللي حضرتك سجلته. تدخل على الشركة زي ما انت شايف، يعني هنا بتعمل تسجيل دخول للشركة، وبتشوف بيانات الدفع وبيانات الاستضافة كلها موجودة.
لان دخلت انا الداشبورد بتاعتي اللوجين، طبعا ما في انفويس يعني ما دفعت، اذا دفعت راح اشوف الانفويس هنا، الكريدت كارد اذا كان مزيفه، وهنا البايمنت، وهنا الاوردر، كل شيء راح تشوف تفاصيله بالداشبورد بتاعته. طبعا احنا ما تم الشراء، انا بجرب الكونيا، وهنا الاعدادات زي ما انتم شايفين، يعني كل شيء سهل ان شاء الله. هنا تسجيل خروج، وبالتوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.